طلب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرحت لكم بالجزء النظري أهم الفروقات ما بين أصناف شعبة مفصلية الأرجل، هذا في الجزء النظري. في الجزء العملي أيضا مطلوب من عندنا نعرف أهم الفروقات ما بين أصناف الأرثروبود، شعبة مفصلية الأرجل. طبعا مثل ما قلت لكم التصنيف عبارة عن مدارس، جبت لكم بالجزء العملي مدرسة أخرى من التصنيف يقسم شعبة مفصلية الأرجل الأرثروبود إلى خمسة، أيضا إلى خمسة أصناف، من ضمنها صنف الحشرات اللي راح نتحدث عنه. في النظري لاحظنا بأن التشيلوبودا والديبلوبودا كانت عبارة عن أصناف لمفصلية الأرجل. المدرسة الأخرى تذكر ايضا اصناف شعبة مفصلية الارجل، ايضا عندنا خمسة اصناف، من ضمنها صنف يسمى الانكوفورا او المخلبيات، ايضا تعد من اصناف مفصلية الارجل. احنا راح ندرس اليوم اهم الفروقات، طبعا في الجزء العملي الجدول هذا مطلوب، في الجزء النظري ايضا هذا جزء، ايضا هذا الجدول هو نفسه، اذا تحب تنقله للجزء النظري ماكو مانع، يعني نفس الفروقات. راح ندرس الفروقات ما بين اصناف الارثروبودا من خلال البادي ريجونز، تقسيم الجسم، الانتنة من خلال وجودها وعدم وجودها، اذا موجوده هل هو زوج واحد او اكثر. راح ندرس الليجز، الارجل، عدد الارجل في هذه الاصناف. راح ندرس طريقة الريسبيريشن، طريقة التنفس فيها. راح ندرس الإكسكريشن، الإخراج عن طريق عضو. وراح ندرس وجود أو عدم وجود الأجنحة. وأخيرا أمثلة راح ناخذ على كل واحدة من أصناف. طبعا مثل ما قلت لكم هذا الجدول بالعملي مطلوب من عندكم، تريد أيضا هو نفسه تحفظه للنظري ماكو أي مشكلة، ماكو أي مانع، الفروقات هذه صحيحة صحيحة. بالنسبة للنقطة الأولى، الأصناف هي أنكوفورا المخلبيات، كريستيشيا القشريات، أراكنيدا العنكبوتيات، المريابودا متعددة الأرجل، راح نشوف التشيلوبودا والديبلوبودا. عبارة احنا هنا التشيلوبودا والديبلوبودا عبارة عن سب كلاس، يعني تحت صنف وليس صنف، واضح؟ بينما في النظري أخذناها ككلاس، هنا كسب كلاس يعني تحت صنف، هذا أيضا صحيح. الاثنين هي مدارس، التصنيف عبارة عن مدارس. وأخيرا صنف الحشرات الإنسكتا. رح نبدأ بالنقطة الأولى اللي هي البادي ريجون، يعني تقسيم الجسم. في حالة الأنكوفورا المخلبيات قلنا عليها عبارة عن مجموعة من مفصلية الأرجل تعيش في الغابات المطيرة، تعيش في الغابات الاستوائية، موجودة نحاول نحصلها، يعني ما موجودة هنا عندنا بالعراق، ما موجودة من عد يعني ماكو نماذج لهذه الأنكوفورا. الجسم أساسا مقسم إلى منطقة واحدة unrecognized، غير مميزة، يعني ما نقدر نشخص الرأس عن 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 صدر عن بطن، لا، عبارة عن الجسم عبارة عن منطقة واحدة. بالنسبة لكريستيشيا القشريات، الجسم مثل ما قلت لكم ينقسم إلى منطقتين، السيفالوثوركس والأبدومين، منطقة رأسية صدرية ومنطقة بطنية، كذلك الحال بالنسبة للأراكنيدا العنكبوتيات. أما في حالة الميريابودا اللي هي التشيلوبودا والديبلوبودا التحت صنفين، الجسم عبارة عن منطقتين، منطقة رأس ومنطقة ترنك، يعني رأس مميز مثل ما راح تشاهدون دا تشاهدون هنا، رأس مميز وترانك جذع، كذلك الحال بالديبلوبودا عبارة عن رأس وجذع غير متميز، واضح؟ بالنسبة للحشرات مجموعتنا هي الوحيدة تمتاز بأن الجسم ينقسم إلى ثلاثة مناطق اللي هي الهيد والثوركس والأبدومين مثل ما درسنا بالجزء النظري. نيجي إلى وجود القرون استشعارة وعدم وجودها، نلاحظها في الأنكوفورا المخلبيات عندنا زوج واحد، في الكريستيشيا عندنا زوجين من قرون الاستشعار، في حالة الأراكنيدا مفقودة قرون استشعارها، صفة مميزة. وأخيرا ما تبقى التشيلوبودا والديبلوبودا والإنسكتا عندنا عبارة عن زوج واحد من القرون الاستشعار. بالنسبة للأرجل، توزيع الأرجل راح نلاحظ بالأنكوفورا one pair of legs per body segment، يعني كل حلقة جسمية من حلقات الجسم تمتلك زوج من الأرجل، واضح؟
كل حلقة تمتلك زوج واحد من الأرجل. في حالة الميريابودا، في حالة سوري الكريستيشيا القشريات، راح نلاحظ أربعة أزواج للمشي موجودة على السيفالوثوركس. بالنسبة للأراكنيدا أيضا عندنا أربعة أزواج من أرجل المشي موجودة على السيفالوثوركس. بالنسبة للتشيلوبودا، بالنسبة للتشيلوبودا، التشيلوبودا زوج واحد لكل حلقة جسمية، زوج واحد من الأرجل لكل حلقة جسمية. بينما بالديبلوبودا عندنا اثنين، زوجين من الأرجل لكل حلقة جسمية، two pairs of legs per body segment. واضح؟ قلت لكم التشيلوبودا تسمى 44، بينما في حالة الديبلوبودا تسمى 77 مثل ما نشاهد النموذج. في حالة الحشرات عندنا ثلاثة أزواج من الأرجل ضمن المنطقة الصدرية، 3 pairs on thorax. نجي إلى الريسبيريشن، التنفس. التنفس في حالة الأنكوفورا عندنا عن طريق التريكيا اللي هي القصيبات نسميها. أما بالنسبة للكريستيشيا اللي كونها معيشتها مائية غالبيتها، إذا تحتاج إلى جلس لغرض التنفس. بالنسبة للأراكنيدا اللاحب تتنفس، قسم من عدها تتنفس بالتريكيا، وقسم من عدها عن طريق البوكلانك اللي هي الرئات الكتابية، راح تدرسوها من تأخذون لا فقريات. بالنسبة ما تبقى من ميريابودا والإنسكتا أيضا طريقة التنفس عن طريق التريكيا القصيبات، يعني جهاز قصبي، عبارة عن جهاز قصبي، مجموعة من القصيبات ترتبط بفتحة خارجية تتم عملية التنفس عن هذا الطريق. بالنسبة للإكسكريشن الإخراج في حالة الأنكوفورا المخلبيات عندنا بواسطة النفريديا، فد عضو من أعضاء الإبراز. في حالة الكريستيشيا الجرين جلاند الغدد الخضر. في حالة الأراكنيدا تستخدم المالبيجيان تيوبيولز للإبراز. ما تبقى كلها عبارة عن مالبيجيان تيوبيولز، ما عدا الأراكنيدا ممكن أن تكون عن طريق ما يسمى أيضا بالكوكزال جلاند الغدد الحرقفية، أو بواسطة الاثنين مع بعضها البعض، يعني في نفس الكائن الحي العنكبوت أو العقرب، يعني الاثنين موجودة، مالبيجيان تيوبيولز زائدا جلاند كوكزال جلاند الغدد الحرقفية، اسمها الغدد الحرقفية. بالنسبة للوينجز الأجنحة، قلنا تمتاز الإنسكتا هي الوحيدة اللي تمتلك زوج واحد من الأجنحة أو زوجين من الأجنحة، أو في بعض الأحيان قد تفقد هذه الأجنحة مثل ما راح نشرح لكم. بالنسبة للأمثلة عن أمثلة لكل صنف من الأصناف، بالنسبة للأنكوفورا الصنف المثال مالتنا هذا الحيوان اللي اسمه بيربلاتاس، البيربلاتاس نوع من أنواع المخلبيات. الكريستيشيا منطيكم مثال اللي هو الأستيكاس سرطان البحر. بالنسبة للأراكنيدا عندنا مثالين منطيكم، السكوربيون العقرب والسبايدر العنكبوت. بالنسبة للكيلوبودا قليلة الأرجل اللي هي سنتيبيد 44، هذه هي شكلها 44، هذه موجود من عندها هنا بالعراق من عندها. والديبلوبودا اللي هي 77 اللي هي الميليبيد. وأخيرا بالنسبة للإنسكتا نقدر نعطيكم مجموعة كبيرة من مثل ما شاهدتوا بالجزء النظري، مجموعة كبيرة من الكومون نيمز. أعطيكم مثال الكوكروتشز، هذا مثال الكوكروتشز سوري. وأخيرا عندنا أيضا جراس هابر كمثال عن هذه المجموعة. طبعا الأمثلة ممكن أن تكون متنوعة أكثر، إحنا راح نثبت لكم هذه الأمثلة، تقدر تحفظوها حتى تعرف بأن هذه الأمثلة هي تعود لهذه الأصناف. وهذا جزء من مختبر، هذا جزء من المختبر الأول، ورحنا راح ينطوكم أيضا الجزء الآخر. المختبر عبارة عن أدوات المستخدمة في علم الحشرات، في جمع الحشرات، في تصنيف في حفظ الحشرات، في تدبيس الحشرات. هذا هو مختبرنا بالنسبة للمختبر الأول، ولقائنا إن شاء الله الأربعاء بالنسبة لشعبة الأي، والخميس بالنسبة لشعبة البي. وشكرا جزيلا لكم.